بالنسبه للفضاء هذا الاسبوع خدينا ليه باركير ريفيرونس ديالو 59 65 85 73 86 3 فوالا 59 65 بالفعل باركي اللون ديالو فينغي السمك ديالو 8 ملم الدراري خليتهم كيانستاليو فيه ما بقى الا شويه ونساليو وصل الباركي وبدا العمل على البابي بان وبعد ساعات قليله غتنتهي الاشغال ويبدا وضع الديكور تفضل تبارك الله واش انا غلطت في الصالون ديالي ولا لا علاقه ما شاء الله تبارك الله عليكم عندي الله يبارك فيك تبارك الله عليكم كل شيء زعما الصراحه كيف ما كنت كان متخيلوا حتى هاد البابيبا تفضل شكرا بزاف بزاف جاتك الجلسه غزاله الصراحه وكبر كبر عندي كبر عندي الصالون كبر الصراحه لي كولور لي كولور ليفي ديال الحيط حيت الصباغه اي بريونت وليفي اللي درنا فيه حتى هو تيعطي واحد تيعطي واحد الانشراح بعد هاد ليسباس تيعطي واحد لا لوميير كنظن كاين واحد الحاجه اللي غادي تفرحي ليها بزاف هي انه ما بقاش الثقل ديال الزداد هذيك خلاص هذيك ظهري راه دار لي اللي غنيه انا في الدار ايوا لاباس لا تيخفيف دابا براتيك حتى التجبيد ديال الثوب حتى هي تاريخ كل ماتلا ملبس مزيان الواحد يجلس وينوض بحال ما قالش بالكل ايوا بروفيتي من الجلسات من حياة جديدة وروح مختلفة لهذا الفضاء ما كانتش مهمة سهلة والعمل كان على كل التفاصيل سواء التقنية أو الفنية وتم اعتماد ألوان وأكسسوارات منحت حلة أنيقة ودافية للفضاء رضات لالا رشيدة وأكيد غادي تساهم في تغيير عادات وتفاصيل أيامها في استقبال ضيوفها وفي استعمال الصالونها بشكل يومي حيدنا البيبان طلعنا دونك حيدنا داك الحيط اللي كان الفوق فوالا الضو دابا تيدخل لا ريسيبسيون بيان سيغ تيدخل حتى لو هول ولي بلانت لي بلانت اللي تيعطي واحد لا في تيعطي الحياه للطبيله هذه الطبيله ديال مهدي ما شاء الله ما شاء الله بطريقه جد سهله بالحق تبارك الله الفكره كانت كمان الفكره هي اللي هي اوريجينال فوالا فوالا دونك واخا تحطات واخا طبله في الوسط مع داك لا ترونسبارونس ديال الزاج تتبقى واحد لا فلويديتي في ليسباس ما تجيش ثقيله ماشي بحال طبله ديال الخشب كنا نديروها هذه اوريجينال افيك افيك داك لو بيي بالخشب علاش لان ليسباس كله مشى على ليتنيك جمعنا لك بزاف ديال لي كولور هنايا وبزاف تاع لي افيكتيفمون لي كولور مشينا على المزيج ديال لو فولور ديال لو بوشكويت ديال ديال الوغ ديال هادو اللي هما ترك اللي تيتماشاو بزاف مع لومبيونس ماروكان دابا عندك واحد جوج كليسات بعدا جوج كليسات حتى هنا فوالا في الميم اسباس يجيو عندك حبابك انتم جالسين في دوز اسباس بالحق شكرا داروا ديك والله العظيم زعما الصراحه تيجي لينا على الارض بلا راه ما بقاتش عاجباك لا ايوا شفتي راه شفت اول ما اثار انتباهي هو الباركي صراحه ما شاء الله عليكم الله يحفظكم
واحد ليكيب كامله زعما صراحه كلشي تعذبتوا معنا فهاد ولا لا هذه خدمتنا بحق الخدمه تنديروها بهذاك البليزير لان تنبغيو هذا الميتي وكنبغيو الراجل تاقي يكون تبارك الله ان شاء الله الحمد لله لي ريدو تا هما اكزاكتومون هادو سي دي ريدو ستور الوغ لي ريدو هادو اللي مزيانين لي ستور هو تيجي وحدهم حد 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 الجلسه بور لو كوتي براتيك كاين دو دابا دو طابل دو طابل وحتى واحد الطبيله تماك الجلسه تاع الجايه تاع كاين واحد سي فري بارك الله فيكم الصحة نشكركم بزاف بزاف Problématique F3 ou à 12e. Oui, 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 oui,